FM. الكلمة ليك. الو عسلامة علي. الو عسلامة اخويا عزيز. بارك الله فيك. علي عبيد. علي مرحبا يا علي ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا في جرومباليا. دونك علي اليوم نحكيو على فاتورة الضوء. برشا كومنتارات جاونا لهنا على الباج فيسبوك يقولوا لي فاتورة الضوء ديما غالية. شنو رايك انت؟ غالية برشا هي، ولكن هذا الكل ما المشكل، مشكل غلاء نتاع الفاتورة. ملاوين المشكل. المشكل بالنسبة لي أنا مثلا في جرومباليا عندي عام في 2015 في شهر 5 ركبت ماكينة نتاع ثلج. أي. قعدوا 6 شهور ما جونيش، تعطوني زوج فاتورات هكاكا رعواني، واحدة فيها 387 وواحدة فيها 945. كيفاش رعواني؟ زيد فسر لنا. من غير ما جاوني للمونجالا. ما شافوش المونجالا بعثوا لك ورقة الضوء. ايه وبعد ثاني في آخر العام. ايه. بعثوا لي فاتورة فيها 16 مليون ونص. ايه. 16 مليون معناتها بتاع الفاتورات الكل ذوما. ايه لمهم لي بتاع 6 شهور، بعثوا لي مرتين قلت لك فاتورة فيها 387 وفاتورة فيها 945 من غير ما جاوا للمونجالا. باهي بعد ما جاتك الفاتورة بتاع 16 مليون مشيت لهم؟ مشيت لهم وقعدت. اش قالوا لك؟ على اساس مش يعاونوني باش يقسموا عملي، فهمتني؟ وفي في الكور فات المهيرين هذوكم ما يقصوا علي الضوء، فهمتني؟ قصوا علي الضوء حتى عندي كليونات نتاع ثلج وقعد ما عادش، مشاو على ارواحهم. خسرت المارشي نتاعك. يعطيك الصحة. باهي قسموا لك ولا؟ لا ما قسموا لي. علاش؟ بالذات الفازة الأخرى معناها الضوء مقصوص. وقت اللي ناي لميت روحي قالوا لي لازمك تجيب 8 ملايين ولا 10 ملايين باش نجموا نرجعوا لك الضوء. دونك على زوز اقساط 16 مليون على زوز اقساط باش تخلصهم. يعطيك الصح. نهار اللي لميت روحي ولميت 13 ملايين، لميت 10 ملايين باش يرجعوا لي الضوء في منزل بوزلفه. اي. قالوا لي لا هاو عندك فاتوره تقديريه اخرى معاها. يا ودي راهي الضوء مقصوص. كيفاش بعثني فاتوره تقديريه والضوء مقصوص؟ قال لي لا فاتورة تقديرية ولو 19 مليون ونص. 19 مليون. وانت الورقة التقديرية مع وقت هما قصوا الضوء بتبيعها ما سالكتش الضوء. معناها ما سالكتش. ما تعرفش منين جاتك الحكاية هذيا. يا عطاك الساعة معناها لا هي تشخر وزادت قالت بص معناها أنا واحد في 16. كان شيت لا وصلت لميت روحي ولو 19. الحاسيلو لما بعت لي كهرباء باش خلصتها باش دفعت 13 مليون و790 دينار. بيع الكهرباء سي احمد. معناتها بيع الكهرباء باش يخلص ورقه الضوء اللي من الاول قال جاوني فاتورات تقديريه وانا ما نعرفش منين جاوني وما جا حتى حد. من بعد كي جا باش يخلص ال 16 مليون لقى اللي جاته فاتوره واحده اخرى تقديريه وهو الضوء ديجا مقصوص عليه زادوه ال 3 ملايين ولات له 19 مليون. اقعد معي. عسلامه سي علي. مرحبا بخويا. مرحبا. والله في الحقيقة بالنسبة احنا ديما بالنسبة العداد كي يبدأ مازال العداد جديد الفاتورات الويلة راهو يا خان خاصة ما فيهمش استهلاك صحيح هما يعني الرؤية ما تبدأ واضحة إلا في أول رفع لأرقام الاستهلاك في العداد. تبقى بالنسبة معناتها للأكتيفيتي نتاعك أنت للنشاط اللي تمارس فيه هو نشاط مستهلك برشا للطاقة. معناها أنت تاخذ في الضوء باش تعاود تعمل به الثلج. دونك حتى ربما وكان جي نشوفوا العداد نتاعك هو عداد معناها ماك القوه نتاعو كبيره معناها ناش البويسونس قداش من امبير. هو صحيح قوي. تبقى احنا وقت يتقص الضوء وقت السيستم معناتها المنظومه نتاع الفاتوره وقت الحاسوب باش يخرج الفاتوره ما يعرفش هو الضوء مقصوص ولا مش مقصوص. الفاتوره تخرج وقت اللي يجي الوقت نتاعها تخرج. انت كان من معناها من الاجر كونه تهز ارقام الاستهلاك وهذه فرصه باش نحبوا الحرفه نتاعنا وقت الانسان تجي فاتوره تقديرية غالية راهو النجم نعطيه الإمكانية كونه يجيب الأرقام الاستهلاك في العداد ونصلحوا له الفاتورة نتاعو ما هيش مشكلة مرة أولى أو مرة ثانية ما هيش مشكلة خاصة بالنسبة للناس اللي مثلا عنده دار في الشط عنده دار بتاع خلاعة يجي صيفك شهر شهرين في الصيف ويروح لتونس دار مسكرة احنا ما نعرفوش الحاسوب ما يعرفش اللي راهو الدار هذيك مسكرة يعني الفاتورة تخرج على حسب آخر فاتورة ما تعقيد نرو فيها الضوء ومعناتها انت توا خلصت ولا مازلت سي ما خلصت دفعت 13 مليون وقلت لك 790 دينار لكن كليوناتي اللي كانت تجي تهز من عندي في الثلج مشات ما عادش معناها تو اموري معناها قاعد الليل نحاول نلم في روحي واحده واحده واللي ادهى من هذا سي خويا العزيز
معناها انا عندي منقاله اخرى نخدم بها في معناها هذاك الثلج وحده وانا نخدم في اللوح بالمنقاله الاخرى. لا زادوا قصوها لي معناها عطلوني فرد مره معاي في سته خدامه عطلت فرد مره تو كي انا رجعنا ماناش ضد راهو خلاص ستاج عمرنا ما كنا ضد وماذا بينا ستاج تخلص امورها مريقله وباش نجموا نعيشوا احنا وهي. يعطيك الصحة سعري نحب نحييك معنا على الحس الوطني متاعك بالحق لأنك أنت تحب تخدم وتحب معناها ديمومة هالمؤسسة هذه. احنا تو ناخذ معنا الشيء نعدك بيس يعني كونه تو ناخذ معناها مع الزملاء بعد في نهاية البرنامج ناخذ معناها الكوردوني متاعك تو نتصل بك أنا شخصيا ونسخ مع زملائي في منزل بوزلفة. من المفروض أنت تو معناها تو ناخذ أرقام الاستهلاك مسجلة تو في العداد وتو نظام نبدلوا لك حتى نظام الفوترة في عوض كل شهرين تو تعود نبعثوا لك فاتورة بالشهر نقيدوا لك الضوء مرة في الشهر. الوقت هذاك ما عادش تحسها مش كيما تخلص مثلا 800 900 في الشهر كيما تخلص مثلا 1,500,000 لزملائي في الشهرين. راهو الإمكانية هذه واردة وإحنا نشجع عليها بالعكس. يكثر خيركم يا سيدي وبارك الله ووسع وباركم معنا ويكثر خير. مرحبا بيك في كل وقت. بارك الله فيك سي علي على التليفون. كابافان الكلمة ليك.